شوف انا دايما معاكم في كل مبادره او طرح انتم بتطرحوه يساهم في انجاح اي جهد للدوله يعني. لكن انا هقول لك على حاجه قلتها قبل كده، انا طبعا موافق عشان بس يبقى ما ننساش يعني، لكن انا عايز اقول لك على حاجه انا قلتها قبل كده. قلت ايه؟ ان انتم وانتم شغالين انتبهوا قوي لثقافه التعلم في مصر. صحيح. ثقافه التعلم يعني ايه؟ يعني المجتمع المصري بيتعامل مع التعليم ازاي؟ ايوه. وعنده استعداد يقبل يجرب. أيوة. لغايه فين؟ أيوة. ويتحمل يا دكتور مصطفى لغايه فين؟ عشان النهارده ما تجيش تعمل طرح، هذا الطرح واحنا شفنا الكلام ده خلال السنوات اللي فاتت. صحيح. وشفنا ان الناس بتبقى خايفه ان التغيير يكون على حساب ولادها، وده امر احنا نقبله ونحترمه، لانه طبيعي انا ابني او بنتي في المدرسه وانت بتقول في طرح جديد، انا مش مطمن خايف ان الطرح ده يأذي ولادنا او يأذي ابني في التجربه. فهنا اتصور ان احنا محتاجين دايما في كل حاجه من حوار. ايوه، حوار مجتمعي. تعالوا نتكلم مع بعضنا، وتعالوا نبقى احنا. أيوة. أيوة. مستعدين يبقى عندنا يعني محامي، أخذوا عطاء، يبقى عندي فرصه ان انا حتى لو يعني اطمنك باجراء اخر. صحيح. تبادلي انتقالي. يعني ايه تبادلي انتقالي؟ يعني بما انك انت بعمل معاك المرحله دي دلوقتي وانت خايف وانا معاك خايف معاك. أيوة. كمان. أيوة. طب انا حامل مرحله انتقاليه للمده لغايه لما تترسخ التجربه او المسار اللي انتوا طرحينه باجراء انتقالي اخر او باجراء اضافي يعالج اي. صحيح. يعني اثار جانبيه للفكره. تمام. اثار جانبيه للفكره. لكن انا المشروع المؤتمر اللي انتوا عايزين تعملوه انا معاكم فيه ونحضره، بس كنت عايزك تقول لي لو انت المدارس اللي هي اللي فيها فكره زي يعني اللغات الدوليه قول لي مثلا ايه. طب ساعدني بان انا هو دكتور مصطفى هيبقى زعلان قوي دلوقتي وخايف ان انا ورطته في الفلوس. لا قول لي مثلا ايه نعمل 100 مدرسه، المدرسه 20 فصل؟ لا احنا عندنا خطه للتوسع في هذه المدارس الحقيقه، يعني قول. طبعا ده الرؤيه المستقبليه عندنا ان احنا هنوصل ل 200 مدرسه اي بي اس في خلال الخطه الخمسيه اللي موجوده. انا ما عنديش وقت للخطه الخمسيه. صحيح. ماشي. قول لي النهارده المدرسه 20 فصل ولا انا اكتر من كده؟ المدرسه 30 في 30 40 فصل. 30 40 فصل. أو فرصه بقى يا دكتور يعني. اما فرصه. طب على كل حال انا دايما اقول ده، يعني لما انت طرحت عليا وطرح عليا ان القطاع الخاص عايز يعمل، قلت لهم يا جماعه طب انت عبال ما تاخد اخصص لك ارض وانت تبني وتاخد وتشوف. صحيح. الفكره دي. طب ما تيجوا تعالوا احنا كحكومه نعمل المدارس دي، وده جزء المشاركه بتاعتنا مع القطاع الخاص، وهو ياخد ويدير ويبقى تكلفه تغطيه. صحيح. العمليه التعليميه هو بخلال ادارته تحت اشرافنا في للفكره اللي احنا محتاجينها يعملها. على كل حال انا ما اعرفش المدرسه تتكلف كام. هو الفصل حاليا دلوقتي وصل ل 800 الف جنيه انشاء يعني نقول 500 ل 600 يعني. مش كده؟ لا 500 600 الف. لا. طب على كل حال يعني انت بتتكلم في 3000 فصل. مش كده؟ ماشي. يعني حوالي 15 مليار. يا دكتور. لا مش هعبر بيه، ما احنا عايزين اصل التعليم ده لازم ياخد قوة دفع هائلة. والله. انا من غير ما تقول لي والله. يعني انت عندك شك؟ لا طبعا ابدا. لا صحيح. لا أبداً. يعني مش محتاج تحفيز. لا ده انا نفسي. طيب احنا نقول ان شاء الله اذا كانت الاراضي موجودة يا دكتور وجاهزين ان احنا وانتوا اخترتوها طبقا يعني التوزيع الجغرافي والتوزيع السكاني والكلام اللي بيتحط في الدراسه بتاعتكم، نتكلم ان احنا نبدا في 100 مدرسه دول. احنا في شهر 10 شهر 10 نقول ان شاء الله يعني بامر الله سبحانه وتعالى نقدر خلال سنه
المية مدرسة دول يخشوا. شكرا في خمطر يعني. شكرا جزيلا. احنا بنبدأ وكده. طب انا عشان الدكتور مصطفى ما تغطش عليه زيادة على اللزوم برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر الدكتور مصطفى كصندوق يمول جزء من المية مدرسة دول اللي هم إذا كنت أنا فاهم إن هم أيوه. هيبقى جزء منهم مدارس الاي بي اس ومدارس شوفوا أنتوا عايزين إيه بس إحنا المتكاملة للغات في 3000 فصل عشان الدكتور ما إيه كده يعني مع برنامجك العادي اللي أنت أيوه. شغال فيه تمام اتفضل. شكرا في خمط الرئيس بجد يعني.